بداية أحييكم بتحية الإسلام التي هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الندوة العلمية المباركة. مداخلتي موسومة بالإصلاح التعليمي والتربوي في عهد سيدي محمد بن عبد الله. تناولت موضوعي في محورين أساسين علاوة على مقدمة وخاتمة. في المقدمة حاولت أن أبرز أهمية التعليم في عملية الإصلاح والنهوض الحضاري بشكل عام، ولهذا شكل أهم الأسس الفكرية للحركة الإصلاحية العربية الإسلامية القديمة والحديثة. في المحور الأول حاولت أن أقدم تعريفا مقتضبا عن السلطان سيدي محمد بن عبد الله والسياق التاريخي لتجربته الإصلاحية بشكل عام والإصلاح التربوي التعليمي بشكل خاص. أما العنصر أو المحور الثاني فقد رصدت فيه معالم ودعامات الإصلاح التربوي التعليمي من خلال كتاب السلطان الموسوم بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، والذي نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، علاوة على المرسوم الملكي المنظم للدراسة الجامعية بجامع القرويين، والذي أورده ابن زيدان في كتابه التاريخي الماتع إتحاف أهلام الناس بجمال حاضرة مكناس. في المحور الأول حاولت أن أجيب فيه عن هذا السؤال: من هو السلطان محمد بن عبد الله؟ حاولت أن أقدم نبذة مقتضبة عن هذا الملك والسياق التاريخي الذي جاء فيه وأثر هذا السياق في بلورة شخصيته الفكرية والسياسية والاجتماعية. فقد حظيت شخصية محمد بن عبد الله بالاهتمام الكبير سواء في الجغرافيا الأجنبية أو المغربية، فكيف قدمت الكتابة التاريخية هذه الشخصية؟ من خلال استقراء مجموعة من النصوص التاريخية التي تمت بشخصية السلطان محمد بن عبد الله تبين لي ما يلي: أولا، إجماع المصادر التاريخية على تحديد تاريخ ميلاد السلطان محمد بن عبد الله وهو الرابع من ربيع الأول سنة 1134 هجرية الموافق لسنة 1722 ميلادية، أي قبل وفاة جده السلطان مولاي إسماعيل. الأمر الثاني هو تركيز الكتابات التاريخية على الدور الكبير الذي قامت به جدته زوجة السلطان مولاي إسماعيل المسلمة خناسة بنت بكار. وكما تعلمون هذه امرأة عالمة قارئة حافظة لكتاب الله، ولها شرح على الكتاب التاريخي المعروف بالإصابة في تاريخ الصحابة لابن حجر العسقلاني، والتي حرصت على تعليمه وتقنه المبادئ الأولية في القراءة والكتابة وتشجيعه على القراءة، بل حرصت على مصاحبته أو اصطحابه للديار المقدسة وهو لا يتجاوز 7 سنوات. الأمر الثالث الذي أكدت عليه هذه الدراسات التاريخية على أن السلطان عاصر مرحلة حرجة دقيقة في تاريخ المغرب، والتي عاشها المغرب بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل، وهي مرحلة من أشد المراحل الدقيقة في حياة المغرب، حيث تعاقب على ملك أو حكم المغرب 8 من الملوك الذين أصبحوا على الأسف ألعوبة في يد جيش البخاري الذي شكله سابقا مولاي إسماعيل، والذي عاث في الأرض فسادا وأسهم بشكل كبير في تدمير وهدم أركان الدولة، وانتشرت الفوضى وغاب الأمن وحلت أيضا المجاعات والأوبئة. أخطر المجاعات والأوبئة التي أصابت المغرب في تاريخه كانت في القرن منتصف القرن 12 تقريبا،
لمزيد معلومات عن هذه المرحلة الدقيقة يمكن الرجوع إلى كتاب النجاعات للأولياء لمحمد الأمين بن بزاف. ننتقل مباشرة للحديث عن ملامح التجديد والإصلاح عند السلطان محمد بن عبد الله. الكتب التاريخية ومصادر التاريخ خاصة المغربية تشير إلى المحاولات التجديدية الإصلاحية لهذا السلطان، حيث نقرأ في كتاب الناصري الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى أن محمد بن عبد الله هو الذي جدد هذه الدولة بعد تلاشيها وأحياها بعد خمود جمرتها وتمزق حواشيها. من العبارات التي تتكرر في المصادر التاريخية والتي تتحدث عن هذا السلطان نجد عبارات أعاد للدولة هيبتها، أعاد للدولة شبابها، نهج بالدولة نهجا جديدا، أسس الدولة الجديدة. مما ركزت عليه هذه الكتابات وخاصة الكتب المدرسية إصلاح بنية العلاقات بين المخزن والمجتمع، إصلاح الجيش، محاولة بناء الأسطول البحري، الإصلاحات الإدارية، الاهتمام بالموانئ، ثم الانفتاح على الخارج، الانفتاح على الدول الأوروبية. ولهذا عرف فترة السلطان محمد بن عبد الله بسياسة الانفتاح مقابل سياسة الاحتراز التي نهجها السلطان مولاي سليمان. السلطان محمد بن عبد الله بذل جهدا كبيرا في الارتقاء بالثقافة وبالحقل العلمي، ولا غرابة في ذلك كما تقول المصادر التاريخية، لأن السلطان نفسه كان عالما، كان عالما، وله مجموعة من الكتب ذكرها محمد الحجمي التعالفي في كتابه الفقه السلامي. وهنا أريد قول للفقيه محمد الحجوي عن هذا السلطان: عالم السلاطين وسلطان العلماء في وقته، إمام جليل، أحيا من العلم مآثره، وجدد الدولة العلوية بعد أن كانت داثرة. وقد ذكر أيضا عن هذه التازية رحمة الله عليه في المملكة في كتابه أمير المغرب في طرابلس أن للسلطان تصانيف كثيرة تقرأ بالمشرقي وبالمغرب، أذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر مواهب المنان الذي أشرت إليه سابقا، ترويح القلوب وهو ديوان شعر وقد نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الجامع الصحيح للأسانيد المستخرج من أربعة أسانيد إضافة إلى فتح الباري وإضافة إلى رسائل عن التصوف. ننتقل للحديث عن دعامات الإصلاح عند السلطان محمد بن عبد الله. دعامات الإصلاح طبعا في من خلال كتابه مواهب المنة. قرأت مجموعة من النصوص ومن الفقرات من هذا الكتاب، ولكن الذي استوقفني مجموعة من القضايا يمكن الإشارة إليها على الشكل الآتي: أولا، الربط بين العلم والعمل، ثنائية العلم والعمل، فلا قيمة للعلم إن لم يصحبه عمل، ولهذا أكد على العمل بالعلم وموافقة العلم للعمل، واستشهد بقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمن تعلم المبادئ الأخلاقية دون الالتزام بها في الحياة وتغيير السلوك فلا قيمة لها ولا أثر لها. ولهذا حتى في تقسيمه لأبواب الكتاب، وهو كتاب فقهي، تحدث فيه عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصوم والحج، ثم ختم بمبحث أخير وهو مبحث التصوف لارتباط بين العبادات وبين يعني جانب الروح، وتشعر بحضور جانب التعليم أو تعليم المقاصد عند هذا الرجل. فلا قيمة للعبادات ولا أثر للعبادات إن لم تؤثر في حال المتعب. أكد على قضية أخرى أشار إليها إشارة سقطتها بحكم اهتمامي بقضية تصنيف العلوم، فقد أكد على ضرورة وأهمية تصنيف العلوم كمنهج بيداغوجي ديداكتيك، ليس من أجل التقسيم أو من أجل الفصل بينها، ولكن ضرورة ترتيبها
المتعلم وفق ترتيب منطقي تصاعدي بتعليم المبادئ أو بتعلم المبادئ الأولية قبل المشكلات. القضية الثالثة، الفهم قبل الحفظ. فقد لفت المؤلف في مقدمة كتابه إلى أن انتشار الجهل وإعراض الناس عن العلم كامن في فساد المنهج التعليمي القائم على حفظ النصوص واستظهارها، حيث يقول الصفر بأن همة الطالب في وقته انحصرت في حفظ النصوص، في حفظ النص القرآني وفي حفظ المتون وفي حفظ الألفيات. والتفنن في قراءة أو في رسم القرآن دون وعي بأحكامه أو قدرة على استنباطه وتدبره واستخراج جواهره ودواله. ومن هنا أنتقل مباشرة إلى المرسوم المخزني الذي أورده كما قلت صاحب كتاب إتحاف، والذي عالج فيه السلطان مسألة تعليمية من خلال وضع برنامج منظم للدراسة الجامعية بجامعة القروية، وحدد في هذا المرسوم باختصار المواد التي يجب أن تدرس في جامع القروية بالترتيب، وبدأ بالقرآن الكريم. بدأ بالقرآن الكريم وعيا منه بأهمية القرآن الكريم كمصدر أول لمعرفة الإسلام، المنشئ الأول النهائي للتصورات التي تحكم رؤية المسلم للقضايا الكبرى، للكون، للخالق، للوجود، للحياة، لما بعد الموت. ثم أكد على ضرورة الاهتمام بعلم التفسير. لماذا علم التفسير؟ لأن علم التفسير كان قبل السلطان محمد بن عبد الله يعني ممنوع بشكل نهائي في المساجد والمدارس. لماذا؟ لأن كانت هناك قولة مشهورة تقول صواب التفسير خطأ وخطأه كفر. ثم القولة الخرافة التي شاعت وأصبحت يعني متداولة وأصبحت مسلم بها، وهو أن تدريس التفسير في المساجد يؤدي إلى موت السلطان، ولهذا تم تحريم الاشتغال بالتفسير. ثم مسألة أخرى هو رفضه للمختصرات والحواشي والمتون، يقول أن هذه المختصرات أرهقت العقل المسلم وحالت بينه وبين التدبر والتأمل في المصادر الأولى للمعرفة الإسلامية، ولهذا منع وهدد كل من يدرس المتون والمختصرات، وأرشد إلى القرآن الكريم وإلى الحديث النبوي، ولهذا عمد إلى صراط وإلى إدخال مجموعة من الكتب الحديثية التي لم تكن متداولة أصلا في المغرب كمسند الإمام أحمد وبقية كتب الصحاح، ومنع مختصر بن عرفة. مختصر بن عرفة منعه وهدد كل من أدخله إلى المعاهد. لم يتجرأ على مختصر خليل. لماذا؟ لأن مختصر خليل كان له مكانة كبيرة جدا عند الفقهاء، ولكن كان يرسل إشارات إلى الفقهاء والعلماء لتقديسهم لهذا الكتاب. أيضا أشار إلى مسألة أخرى وهي مسألة الاهتمام بعلوم الآلة، بعلوم الآلة وعلوم اللغة، لأنها هي الوسيلة التي تمكن القارئ من فهم كتاب الله تعالى ومن فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحاول أن نتجاوز الألفية، ألفية ابن مالك، التي تستغرق ويحتاج الطالب لحفظها واستظهارها واستيعاب شروحاتها المتعددة سنوات، ومع ذلك يجد الطالب نفسه عاجزا عن كتابة رسالة أو كتابة خطاب خالي من الأخطاء اللغوية والنحوية. ولهذا لفت إلى أهمية الاعتماد على المصادر اللغوية الأولى ككتاب الجاحظي ومقامات الحريري، وحث الطلبة على حفظ الأشعار خاصة المعلقات السبع، إضافة إلى حثه على حفظ
أنه كان واعيا ومدركا بحجم التحولات التي كانت تعرفها الضفة الأخرى وتقدم العلمي الذي أصبح يمتلكه الغرب. ولهذا نهج سياسة الانفتاح وغادر إلى تطبيق معاهدات التعاون ومعاهدات استبداد الحرية. ووقف عند هذا التقدم من خلال النصوص الرحلية التي كتبت في هذه الفترة من طرف سفرائه، خاصة ما كتبه محمد بن عثمان النهلاسي، الإكسير في فكاكي الأسير، والبدر السافر هداية المسافر، والذي رصد فيه نقاط قوة المجتمعات الأوروبية. وبذلك كانت بدايات تحدث محمد الدكتور محمد حواش البارحة عن زمن من زمن الإصلاح إلى زمن التحديث، كانت بدايات الوعي بضرورة التحديث والاقتباس من الآخر في هذه الفترة. ولهذا رصد محمد بن عثمان المكناسي مجالات التقدم والتطور العمراني في الغرب. كنت أود أن أتحدث عن مآلات هذه التجربة الإصلاحية التي مع الأسف لم يكتب لها النجاح. لماذا لم يكتب لها النجاح؟ لأنه مباشرة بعد وفاة السلطان محمد عبد الله جاء مولاي سليمان وأرجع ما كان سابقا من حفظ المختصرات والحواشي وتخصيص جوائز مالية